الاهلي يهزم المصري 2-1 بعد مباراه عصيبه. كابتن شريف الف مبروك. الف مبروك كابتن. فوز صعب جدا. فوز صعب يعني من لعبه من ناحيه اليمين وحيده صح اتلعبت تاني تايم جبنا هدف الفوز الحقيقه. ف ضغط تغييرات حاجات كتير قوي يا كابتن ايمن كان في الشوط الثاني. كان لازم نبتدي كده يا كابتن ايمن في المباراه. انت لازم تلعب مستوى الاول بتاعك المباراه اللي هي خارج مصر دي والملاعب في اسكندريه والاجواء والسفر والحاجات دي. انت لازم تعتمد على جميع الخبرات اللي موجوده عندك بجميع اللياقه اللي موجوده البدنيه عندك. لعيب زي ديانج ده استحاله استغنى عنه. يعني احنا ما لناش ان احنا نتكلم في تشكيلات ما لناش ان احنا نتكلم بس الواضح دلوقتي ان في كل مره ان الحته في نص الملعب دي مش ثغره انما تحمل كتير قوي على اكرم توفيق وعلى السوليه بهذا الشكل. السوليه عايز يلعب حتى كوره عايز ينقل كوره ناحيه اليمين عايز ينقل كوره ناحيه الشمال راجل بلاي ميكر في نفس الوقت قفشه موجود على الاطراف مش موجود على الاطراف في حالته مش في حالته لازم يبقى فيه تعاون قلنا شامل من اللعيبه مع بعض. فانا النهارده كان جهاز فني الحقيقه انا لازم اساعد اللعيبه دي في حاله الاجهاد اللي احنا مجتمعين كلنا عليها. صحيح. ما في لعيبه تقدر يعني ولد زي الجديد ده احمد نبيل كوكا عشان يستحمل كل ده يعني كتر خيره انه بيلعب بالهدوء ده مزبوط. انما هتلاقي فيه مستيك هتلاقي فيه اخطاء هتلاقي هتعمل ايه طيب قلنا اللعيبه تقرب لبعض ما اللعيبه عشان تقرب لبعض لازم كل كوره بتترد من الديفنس بتاعك تلاقي احمر 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 مش موجود غير اثنين مطلوب منهم كل شيء في الملعب فلازم الجهاز الفني يراعي ده يكون نتيجه الاجهاد يا كابتن اكيد في اجهاد واكيد ان انا مش حابب النهارده بلعب من 48 ساعه نفس التشكيل ده نزل بنفس التشكيل ما كان عنده فرصه شاف من الماتش اللي فات ان في حاجات ناحيه اليمين وناحيه الشمال فيها تغييرات طب ما تغير دول طب ما بالادهى ان انا اغير حسين الشحات واغير كوكا وغير كهرباء بالادهى ان انا انزل في ناس عندها عنصر اخد الماكسيمم منهم واخد بعد كده عايز تدي كهرباء في وقت انت محتاج تجيب جول جنب محمد شريف مش هغير كهرباء من محمد شريف كويس واعمل دعم هجومي ليا انا نادي الاهلي نادي الاهلي النهارده ما يبقاش عليه 12 كورنر واستحواذ 59-41 في طموح لفرقه المصري عندها كل شيء انما انا ما اشوفش شديد قناوي بيلعب هاف ليفت عليا ليه؟ لان انا ما عنديش خالص طفره في ناحيه اليمين تقدر تعمل حاجه هجوميه انا بالكاد احمد رفعت لاغيلي لوحده ناحيه اليمين عندي فانا الشكل الفني وانا بتفرج لازم اعمل اعذار للعيبه بتاعتي احلها بقى أي. انت بتحلها بس بتحلها واحنا بنتكلم هنا انت لازم تنزل في الشوط الثاني متغير ناحيه اليمين ومتغير ناحيه الشمال بتغييرات معينه وتنزل ده بكرات النهارده حصل تغيير الراجل خارج وبينزل صلاح محسن عشان يشد الفرقه هو ما هو بالعاده صلاح محسن ينزل مش مروان محسن كويس يعني في حاجات انت بتشوفها كده بتتوهم ان دي هتنقذك او هتشيلك انما لا لازم يبقى في فاكس لازم في حقائق لازم في شواهد في المباريات اللي قبلها أي. يعني عايز تريح لعيبه انت ايدك في الميه ايدك في النار كل حاجه بس احنا كمان احنا بنتفرج ان انت عندك نوعيه لعيبه من الفرديات ومن الحرفيه ان هي تقدر تلعب كوره على اي فرقه بتلعبها انت ما يبقاش فيك الاستحواذ ده عليك أيوة. انت بباص سليم واحد رحت للجول كويس باص اثنين ثلاثه لولا التنفيذ بتاع طاهر محمد طاهر طاهر محمد طاهر شاب صغير لسه عنده من القوه عنده خد منه الماكسيمم بتاعه اديله دخل فرقه عظم الفراوده بتاعتك ما تبقاش انت على الكره العاليه اللي بتزعلق عشان محمد شريف ما نبقاش احنا بقينا عاملين زي الاهلي الانجليزي بنلعب الكره الطويله دلوقتي اللي بتضرب اي ديفنس وعايزين ان احنا بالاشتراكات نبقى احنا والجول زي الماتش اللي قبله لا النادي الاهلي طول عمره خليه بتطلع بتنقل كوره اطراف عندنا غيابات في الاطراف انما طول ما احنا بنلعب بنقول الاهلي بما حضر كسبنا الزمالك بالاهلي بما حضر ايه الجيم اللي انت عملته قدام نادي الزمالك ده فين هو كويس لازم يعني انت مش فجاه بتتسلب مش فجاه لا لازم انا اول مره اتكلم يعني بالكلام ده لان انا عندي الحلول على الدكه انا قلت لك انا فرقه عندي فرقه قاعده بره على الدكه صحيح. فلازم يبقى في ثقه في اللعيبه دي ومفيش اي حاجه مفيش اي مانع ان انت كهربا النهارده مش قادر ما هو ما يلعبش الماتش الجاي يلعب اخر تلت ساعه انت اللي تقدر تجيب كهربا انت اللي تقدر تدخله في الحاله انت اللي تخلي حسين الشحات النهارده اداك ماتش واثنين وجاب جولين تريحه وتاخد منه الماكسيمم في ال 20 دقيقه او 30 دقيقه هتلاقيه بيلعب باك رايت ويطلع بيغذيك في ناحيه اليمين ويغذيك كل حاجه ف الشكل اللي احنا شفناه النهارده ده ياما لعبنا ماتشات وضغطنا ويعني بس بانك انت بتفتح نص الملعب لفريق الخصم بهذا الشكل ما ينفعش يا كابتن ايمن ما ينفعش احنا النهارده قاعدين عايزين
نلعب على حرفيه عفشه ازاي بيستلم الكره وازاي يبعت الكره لحد تاني، بس احنا بعيد قوي عن بعض كمان. فاعتقد ان الجهاز الفني يبقى عنده لعيبه تقدر تديله الاحقيه من اول مباراه، تقدر تديله الصد، تقدر تديله الاستحواذ، واللي يلعب معاك انت ما يلعبش معاك بالشكل ده. يبقى شايف قوتك فين، شايف الدنيا فين، وعندك البدائل. احنا قلنا الاهلي بيحضر اللعيبه كلها شبه بعض، بس انت تبقى حاطط ليك قواعد في الملعب ما اشوفش المنظر ده تاني يعني. وجود لك والحمد لله انها عدت على كده. ومن يعني كذا حد هنتكلم بعد كده في الماتش، كان النهارده واحد زي الشناوي برده بيديك الثقه دي. انا عايز قائد يا كابتن ايمن في الملعب يديني الاحساس، يديني انما الحكايه مش انا عشان يتهجم عليا او حصل استحواذ على نص ملعبي، انا راجل بدافع بس، او الكره بالعرضيه دي على طول لازم انا كل شويه اقول يعني لا هارد لك مش عارف ايه فلان يمسك، وبعدين ترجع تقول لي ربيعه وسعد سمير وتشوف الاخطاء بتاعتهم شكلها ايه. لا، ما هو الضغط اللي على طول ده لازم هيسبب اخطاء. فان شاء الله الماتشات الجايه اقوى ما عندنا، اللعيبه كلها تركز بقى كمان في الحاله البدنيه، رمضان يعدي على خير كده، واللعيبه برده احنا عندنا والكورونا وكل حاجه قبل الاجهاد وكده، بس برده اللعيبه لازم تحس باللي حصل النهارده دي. أيوة. فايده كبيره قوي اللي حصلت دي، لازم تحس انها ممكن تتعرض للكلام ده. انا قلت لنفسي لو الاهلي عدى النهارده ان شاء الله من المباراه دي وكسب، انا بقول له مبروك ان شاء الله، مبروك ان شاء الله الدوري العام باذن الله. ليه؟ لان في حاجات علامات كده بتجيلك انك انت النهارده في عز ما انت في ضغط عليك وكلام انت برضو متماسك، وتقدر تروح للجول، بتقدر تعمل شكل، عندك من فرديات، عندك من التغييرات اللي احنا ناخدها مش عايز اعيد كلامي في المباريات اللي جايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كابتن علاء، فوز غالي مع خصم قوي، مباراه صعبه وظروف صعبه. بص يا مش فلسفه ولا حاجه، في مباريات تكسب ولا تلعب. دي النهارده وانت غصب عنك وظروفك مضطر يبقى هو ده. على فكرة مش ببرر الشكل واللي كان فيه كابتن شريف، لكن انت واضح ان انت مجهد جدا جدا طبعًا جدا طبعًا. دي لا خلاف عليها، ربنا يكون في عون اللعيبة بجد، لا خلاف عليها. اصل الاجهاد ده انت اما تجهد، انت مش حكاية تجهد في حتة الجري بس، انت كمان تفكيرك في الملعب بتتأثر. يعني مهما كان انت لعيب كورة وبتقدر تتحكم في ريتمك وادائك وكمية جريك، في وقت بتتعب. صح، يعني اللي انا بتكلم فيه ده هات شكل اكرم توفيق بعد الجول الثاني. بص اللقطه اللي عليه بعد الجول، بص تعبيرات وشه عامله ازاي، واحد يعني بيجري اقصى حاجه عنده، خلاص اخر حاجه، لكن عامل كره عرضيه حلوه قوي وهدف حلو محمد شريف. الهدف ده ايمن لو انت في حالتك البدنيه الطبيعيه انت هتكرر اللعبه دي في المصري كذا مره، كل مره. مزبوط. كان طلع النهارده سكور زي ما انت عايز، مش زي ما احنا عايزين مستنيين الماتش كله ان 2-1 وماتش مشدود. لا كلامك صح، ممكن نجيبها بعد كده. في كورتين بعد كده جم في نص الملعب طبيعي. فكان اللي معاه كره مستني اكرم يكمل، هو مش قادر يعني. لو كره شريف وكره طاهر وكره طاهر الاخير نفس طاهر تعب انا كنت حتى بتكلم مع اسامه، تحس هو بيلعب الكوره لا عصبي. بعد ما عديت يعني مشدود عصبي يعني، هو نفسه يجيب جول وشايف ان عايز يثبت ان هو موجود، وحته الضغط اللي هو فيه دي كلها عصبيه. يعني هو المفروض بعد ما عدى من دعدور خلاص انت عملت اقصى حاجه، لازم الهداف بقى سنه هدوء، اذا كنت انت او احمد بلال سنه هدوء بقى خلاص. هو ده، ما عشان كده بقول لك الهداف عمله غاليه ليه؟ ان في الاوقات صعبه زي كده يروح نهي الماتش تماما، الموضوع انتهى تماما، لكن انت مجهد بدنيا وذهنيا وبتلعب فريق محترم جدا، كل التحية لفريق مصر النهارده. بعد كده كابتن هرجع لك تاني، بس هنروح لزميلنا محمد توفيق ومعاه كابتن سامي وصام مدرب النادي الاهلي. اتفضل يا محمد. تحياتي ليك كابتن ايمن ولضيوفك الكرام. يمكن مباراه ولا اروع للنادي الاهلي، مباراه كبيره في ظل توقيت سواء ضغط مباريات او اجهاد اللاعبين، وادوا بالشكل دوت الاداء الرجولي دوت، فاعتقد يعني مباراه كبيره جدا بنحييهم عليها. ويسعدنا يكون معانا كابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق. يعني كابتن بنحييكم قبل الفوز كمان الاداء النهارده، يمكن في ظل الاجهاد بتاع ماتش الام بي يوم السبت النهارده الثلاث مع المصري، مباراه صعبه لكن بسم الله ما شاء الله. يمكن الشوط الاول تسايد تكتيكي، الشوط الثاني كمان يمكن اداء ولا اروع في ظل الاجهاد كمان، يمكن شايفين اكتر من هجمه النادي الاهلي في اخر 3 4 دقايق. يعني طبعا تحدي كابتن ايمن وضيوفه، وزي ما انت قلت مباراه تكتيكيه عاليه جدا، لكن احنا حذرنا يعني اتكلمنا في النقطه قبل كده وقلنا الاجهاد اللي اللعيبه بتعاني منه، يمكن النهارده كان عانينا منه في فترات كتيره من المباراه، لكن الحمد لله طبعا على النتيجه، ونتيجه مهمه جدا بالنسبه لنا، وبشكر طبعا اللعيبه على الاداء دوت والجهد دوت، واتمنى ان شاء الله بقى
يعني زي كالعاده يعني الماتش اللي جاي ربنا يكرمنا ويعين اللعيبه، يعني الموضوع صعب جدا يعني. يمكن انا حتى بعد ماتش سموحه اتكلمنا في النقطه ديت، وكل الناس سواء كاب سيد وكل الناس اللي بتنتمي النادي الاهلي اتكلمت في الموضوع ديت، لكن اعتقد ان خلاص ده بقى خلاص حاجه واقع لازم تعيشه يعني. فممكن في فترات يعني ممكن المباراه كانت اللعيبه مجهده جدا 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 يعني، حاولنا ان احنا نعمل التغييرات التكتيكيه تساعدنا في اوقات كتيره من المباراه، الحمد لله ادتنا افضليه وادتنا نفس كويس والحمد لله على النتيجه. طبعا كابتن سامي يمكن شغلكم باين في الملعب، جمل مش بتتكرر بس في نفس المباراه، لا ده جمل كمان اتكررت في المباراه السابقه وبتتكرر النهارده وبيحرز منها اهداف، اعتقد شغلكم باين يعني كويس ان الشغل الفني دوت في الوقت والضغط والعصبي والعصب في التوقيت دوت انه يضغط بالشغل دوت، فاعتقد ان ده اداء تشكر عليه. طبعا الراجل الحمد لله بيركز في الحاجات ديت، ويمكن زي ما انت قلت اجوان متكرره جدا الحمد لله، وجمل الراجل بيشتغل عليها واعتقد اللعيبه بتاديها بشكل كويس يعني. النهارده نفس القصه، شكل الجون النهارده اللي شريف عمله زي اللي جابه الماتش اللي فات، زي اللي حسين جابه وزي اللي شريف جابه برده في ماتش الزمالك، اعتقد الحمد لله جمله اللعيبه بتتقنها كويس دلوقتي الحمد لله. والحاجه الثانيه برده بقى اسلوب وستايل لعب النادي الاهلي برده، فاتمنى ان شاء الله بس ان اللعيبه يعني العائق اللي بالنسبه لنا زي كل مره وباكد عليها برده اللي هو طبعا توالي المباريات صعبه جدا عليهم، صعبه جدا عليهم يعني. يمكن النهارده انت بتلعب النادي المصري وبشكرهم طبعا على ده، عملوا اداء كويس جدا خصوصا الشوط الاولاني. النهارده المصري انت بتلعب المصري وهو مريح حوالي 12 يوم او 13 يوم، انت لسه يعني 48 ساعه بالظبط ولعبت مباراه ثانيه، فطبيعي هيبقى في فروق بدنيه، لكن الحمد لله زي ما قلت لك ثاني ان التغييرات ادتنا الحمد لله افضليه وادتنا نفس كويس، وان شاء الله ربنا يوفقنا الماتش الجاي باذن الله. يعني كابتن انتوا احنا بنشوف التدريبات بنتفرج عليها، يمكن الناس مش شايفه التدريب بتعملوا فيه، يعني برضو نعرف الناس اكتر انتوا بتتعاملوا ازاي، خاصه انتوا بتلعبوا مباراه وتاني يوم بيبقى ضايع خلاص، يعني بنرجع من السفر في تاني يوم، في يوم بيضيع يوم واحد بس تدريبي يعتبر وبعد كده بتلعبوا مباراه، يعني عرفوا برضو الناس بتتعاملوا ازاي في ظل الظروف الصعبه دي. زي ما انت قلت احنا ما بنلحقش يعني، ما بتلحقش اللي انت تتمرن يعني، انت في بيبقى في يوم ريكفري يعني، احنا النهارده بكره ان شاء الله، النهارده بقى يعتبر مش النهارده الساعه 12 في ريكفري، وبعد كده بكره تمرين خفيف عشان تخش المعسكر، فبتحاول ان انت تعمل ريكفري كويس، تحاول ان انت برضو تتكلم في الاخطاء اللي بتحصل في المباراه والحاجات الايجابيه اللي انت بتشتغل عليها بتاكدها، لان هو ده الوقت هو ده بس الوقت المتاح بالنسبه لنا اللي احنا نقدر نشتغل فيه يعني. ولكن برضو بكرر تاني بشكر اللعيبه جدا على الاداء وعلى المجهود، وان شاء الله بتمنى لهم التوفيق ان شاء الله المباراه الجايه. يعني احنا بنشكرك يا كابتن وبنتمنى لك التوفيق ان شاء الله في اللي جاي. شكرا كابتن سامي. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع كابتن سامي امسام مدرب عام الفريق النادي الاهلي، ان شاء الله متواصلين مع حضراتكم مزيد من اللقاءات وتغطيتنا لمباراه الاهلي والمصري. كلمه ليك كابتن ايمن. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق. اتفضل يا كابتن علاء. بص يا ايمن، هو موضوع الاجهاد ده هي مش شماعه، لكن دي حقيقه. صح، دي حقيقه بجد يعني. انت لسه لاعب من يومين، بتلعب فريق ومش على فكره فريق محترم جدا واتكلمنا عنه في الاستوديو كلنا، وقلنا قبل حتى المباراه تبدا قلنا المباراه مش سهله على النادي الاهلي، لكن فريق مرايح 10 12 يوم، بتلعب فريق لسه لاعب من يومين، وبعدين انت بتلعب النادي الاهلي اصل ما عندوش مباراه متوسطه، انت بتلعب دايما على ثلاث نقاط عشان انت عينك على الدوري العام، انت ما بتلعبش بتأدي مباراه، لو انت فريق بيأدي انا مش هتكلم، لا انت فريق مطالب ان كل مباراه تكسب. مظبوط، ماليش دعوه بقى بلاعب مستوى عالي مستوى متوسط اخر الدوري مش اخر الدوري، في كده في يعني ايه جمله كده، كل اللي بيلعب قدام النادي الاهلي عايز يعمل اقصى حاجه عنده، عايز يبان كلاعب كمدير فني كشكل كاداء، وده كمان خد بالك لود عليك انت يعني ضغط عليك زياده، فاللعيبه دي يا جماعه موضوع الاجهاد ده مش شماعه مش اي كلام على فكره يعني. سامي دلوقتي بيتكلم في نقطه هيعمل ايه ولا حاجه، هيرجع من اسكندريه استشفى بكره وخلاص يعني. خلي بالك انا عايز اقول لحضرتك حاجه، عارف ماتش النهارده احنا بنلعبه في اسكندريه كويس، هترجع كويس، هنرجع عندنا مين بعد كده؟ جونه ولا جون؟ جونه الجون. هتروح بعد الجونه المحله في المحله حلو، هترجع من المحله تاني يوم هتروح بعديها بيوم الاتحاد في اسكندريه، ترجع من الاتحاد في اسكندريه تاني يوم تلعب الزمالك. صدق انا وجهت والمصحف انا تعبت يعني، جالي شد انت من الحكاوي دي انا تعبت والله، انا جالي شد لا والله يا بجد يعني. بص سامي بيتكلم ايه يعني، كل ما بيعمله مستر موسيماني دلوقتي والجهاز المعاون بتاعه بيعمل ايه؟ مفيش خالص، هو يا دوب استشفى كويس وبعدين بيصلح الاخطاء ونظري يعني. صح، مش هيقدر يعمل صح حتى تحركات وجري في الملعب اللي كان بيتكلم عليها كابتن شريف دلوقتي، الاخطاء اللي موجوده في اخطاء، بس هو معذور. صح، ان هو بكل كلامه دلوقتي بالظبط عايز يبقى اللعيب يدوب على قد بس على قد مباراه وبيصلح اخطاء، مش كلها مش جري نظر قد ما تقدر، دي حاجه. الحاجه الثانيه انت كل المباريات اللي قلتها دي انت بتلعب على حاجه واحده بس يا ايمن،
تلعب على ثلاث نقاط مظبوط بالضغط اللي انت بتقابله. يعني انت بتتكلم فرقه كلها مفيش فريق هيبقى مفيش فريق سهل كله، حتى يعني المستوى متفاوته شويه النهارده. المصري بيلعبك وطمعان في المباراه والند بالند وبيحاول، وكان اغلب الفترات هو عنده امتلاك للكره كتير، عنده 12 ضربه ركنيه النهارده، بقى لك كتير قوي ما شفناش النادي الاهلي تيجي عليه 12 ضربه ركنيه كتير. أي. يا ايمن أي. لكن لو النادي الاهلي في حالته الطبيعيه البدنيه عاليه الموضوع كان يختلف تماما. في ظروف طبيعيه لا طبعا الكلام هيبقى مختلف خالص. استحواذ عمر النادي الاهلي كان استحواذه كده، فكل الاحصائيات دي يبقى انت في ظرف انت مضطر تبقى فيه اللي انت فيه دلوقتي، مش مبرر عشان بس الناس تفهم فرق ان انا ببرر وفرق ان انا فعلا مجبر بتكلم كلام الحمد لله الناس كلها بتاع كوره فعيشنا الموضوع ده وعايشين وعارفين يعني ايه ان اللعيب بيبقى مضغوط دايما فتره راحه قليله جدا، بيلعب فرق كلها طمعانه فيه وبتبذل اقصى حاجه، فانا بعذرهم. خلي بالك كمان يعني احنا كسبانين بس بنوضح للناس لازم. يعني احنا كمان فوق الحاجات دي كلها والظروف الصعبه دي واخدين ثلاث نقط. ليه؟ انت النادي الاهلي، انت القمه اللي موجوده في الكوره كلها مزبوط. فما بتكسب الناس بس كمان خد بالك انت جمهورك مش جمهور ثلاث نقاط ولا لا خالص بيحب يتفرج بيحب يشوف النادي الاهلي، هو متعود على شكل في النادي الاهلي. صح. النهارده انا بقول لك يعني المباراه النهارده تكسب ولا تلعب. أيوه. انا مش النهارده مش عايز اداء. أيوه. طب انا النهارده معلش لو المباراه طلعت تعادل وانا عملت اداء حلو الشوط الثاني كنت مبسوط؟ لا طبعا حزم اشف لو النهارده ما احنا عملت الشوط الثاني ما احنا سموحه عملنا لعبنا وغلبنا مظبوط. اقول لك حاجه بص انت كنت في اي وقت من وقت المباراه انت كنت على التعادل. لا مش هنخسر. اقول لك كابتن شريف لو انت الشوط الثاني عملت اداء حلو قوي راقي جدا واستحوذت وعملت كل حاجه سجلتش بس ما طلعت تعادل صح؟ هنتكلم في الاخر كل كلامكم هنتكلم في الاخر وسامي وكلامنا والاجهاد وكل ده احنا بنتكلم احنا في ايدينا حاجات نقدر نريح الدنيا من الاول. طب ما اقول لكم يا كابتن تيجي نريح الدنيا شوية نطلع فاصل وبعدين نرجع لحضراتكم مرة أخرى. نرحب بيكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. كابتن أسامة ألف مبروك، يمكن أنت قلت قبل الماتش في الظروف الصعبة ديت في وسط الماتشات اللي هي كل يومين ديت أنا الأساس عندي الثلاث نقاط. ما فيش شك في أوقات يعني كل الجماهير بتبحث عن المتعة الأول في العالم كله، ولكن في اوقات قلنا لما بيبقى في ضغط مباريات في غيابات كتيره في اصابات نتيجه مهمه زي ما الكباتن قالوا شريف وعلاء انه انك انت النادي الاهلي انت ما بتلعبش لمجرد انك عايز تكسب مباراه وخلاص، يعني في انديه اخرى يهمها ان تكسب النادي الاهلي ومش مهم بعد كده يقعد يتغلب ماتشين ثلاثه، لكن انت بتلعب على بطوله فالثلاث نقاط مهمين جدا سواء انت بتأدي بشكل كويس او بتأدي في اقل من المستوى الطبيعي بتاعك. فالنهارده النادي الاهلي ما فيش شك انه كان اقل من المستوى الطبيعي بتاعه كأداء، ولكن قدر بخبره اللعيبه ومجهودهم انه يخطف الثلاث نقاط، خاصه انت عندك تغييرات في حاجات كتيره جدا. يعني لما تيجي تبص لخط الظهر بالكامل مش هو الاساسي. مزبوط. يعني بيكم اولا كمان مش مكانه بيلعب ظهير ايمن، سعد سمير كان بقاله مده طويله جدا مصاب بقاله ماتشين او ثلاثه، رامي ربيعه كان قعد فتره طويله مصاب ورجع، واحمد كوكا لعيب صغير ناشئ نتمنى له التوفيق يعني مع الوقت بيزيد خبرات، فانت خط واحد كامل مش موجود فيه ولا لعيب من اللي كانوا بيلعبوا على طول بصفه دايمه، وفي كمان ناس مغيره اماكنها وفي ناشئ ايضا في نص الملعب، هتلاقي حمدي فتحي غايب هتلاقي ديانج غايب ورا طبعا معلول وهاني بنقول له الحمد لله على السلامه، ايمن اشرف واحد من المميزين في السنه دي كلها وغيره، حتى في الخط الامامي اجايه، يعني في لعيبه مؤثره جدا غايبه، فانت بتلاعب الفرقه الرابعه على الدوري اللي هي بتنافس في المربع، يعني هي مع الاتحاد مع بيراميدز بينافسوا على الثالث والرابع، فعندهم حافز كبير انهم يكسبوا، فكويس ان انت في الظروف ديت انك قدرت تطلع بالثلاث نقط، وكمان انه الحاجه الكويسه رغم ان الشوط الاولاني قلنا الاخطاء اللي حصلت وخاصه في اطرافنا في الظاهرين عند بيكم وعند نبيل كوكا المسانده ما كانتش قويه من نص الملعب او من الاطراف،
الشوط الثاني تدارك مستر موسيماني جزء كبير من الموضوع بتغيير اكرم توفيق ناحيه الباك رايت ونزول ديانج في وسط الملعب وطاهر مكان كهربا. انت نزلت اثنين ديانج وطاهر غير ان هم رجليهم في الملعب كتير، انت بتحتاج وقت، بتحس فيه تعب، انت عايز الناس بتجري. يعني نزول ديانج فرق معاك في نص الملعب جدا، يعتبر من نجوم المباراه. صح. يعني هو رغم انه لعب 45 دقيقه بس مظبوط فرق كتير جدا. صح. انت نزلت اثنين عندهم كميه جري كبيره كنت محتاجها تنشيط في نص الملعب لانه كان الاستحواذ رايح بصوره كبيره قوي الشوط الاولاني للنادي المصري، فديانج نزل ظبط نص الملعب الى حد كبير. طاهر رغم انه فيه عصبيه شويه في الاداء لكنه بيجري كتير وبيحاول ونشيط وبيعمل خطوره بيرجع يساعد في الدفاع، فالتغييرات عدلت الى حد كبير السيطره على وسط الملعب شويه، وحتى ابتدينا الهجمات بقت فيها نروح للجون بطريقه مزبوط. احسن بقينا في استحواذ الى حد ما هتلاقيه افضل شويه من الشوط الاولاني، فالحمد لله انه النتيجه خرجت بالمكسب في الظروف ديت، وان شاء الله الماتش الجاي يبقى افضل. طبعا دي كره اعتقد دي الهدف، لا مش الهدف، اكرم توفيق ده ديانج لما نزل نص الملعب قدر ازاي يمسك نص الملعب. طبعا انا قلت لك يعتبر من نجوم اللقاء رغم انه لعب 45 دقيقه بس. صحيح. فرق كتير قوي 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 في الضغط، في استلامه للكرة وسيطرته مع عمرو السولية على وسط الملعب، يعني مالي منطقة نص الملعب. مزبوط. عنده ثقة، حتى ادى راحة لقفشة والناس التلت جنبه، فمبروك النهاردة الفوز، وان شاء الله نتكلم على الحالات والحاجات دي بعد كده، بس اهم حاجة كانت بالنسبة لي كان نزول ديانج. يعني صحيح كابتن بلال، الف مبروك، فوز مطلوب في توقيت صعب جدا، ضغوط جامده جدا. كلمنا على محمد شريف بطبيعته كهداف قبل المباراه، وكان فعلا النهارده عند حسن الظن وقدر انه يجيب هدفين، مش يثبت اقدامه، اعتقد انه يثبت اقدامه يمكن كمان في منتخب مصر. باذن الله يعني. الحمد لله طبعا، مبروك للنادي الاهلي. خليني اقول لك، انت بتدخل المباراه بتبقى عندك هدفين، هدف رئيسي وهدف ثانوي بالنسبه لك. الهدف الرئيسي انك تطلع كسبان الماتش، الثلاث وحصولك على الثلاث نقاط. صح. الهدف الثانوي بالنسبه لك او الشكل الجمالي بالنسبه لك بيبقى مطلوب للفرق الكبيره، يعني مطلوب النادي الاهلي هو بيكسب يؤدي بشكل جيد، يستحوذ، يخلق فرص، ما يديش مساحه للفرق اللي قدامه ان هي تلعب كوره او تستحوذ. مشكله الاهلي في الشوط الاول انه فقد الاستحواذ، وهي دي شخصيه الفرق الكبير. شخصيه الفرق الكبير انها بتستحوذ، بتمتلك الكوره، بتقفل المساحه بتاعتها، وبتشتغل في الحته الثانيه في الناحيه الهجوميه، ازاي تخلق فرص، ازاي تسجل اهداف. انت قدرت انك تخلق فرصه وتسجل هدف في الشوط الاول، وده كان بالنسبه لك امر جيد، وقدرت انك تحصل على اكتر من فرصه محققه من هجمه مرتده انك تسجل بيها هدف، ولكنك ما قدرتش تسجل وتترجم الاهداف. طالبنا يمكن ما بين الشوطين ببعض التغييرات واجراها مستر موسيماني، عمل تغييرتين ودي كانت على غير العاده، يعني هو مش من عادته ان هو بيغير ما بين الشوطين، لكن هو شايف او قرا الماتش بشكل كويس فعمل التغييرات المطلوبه بالنسبه له، وتغييرين في توقيت جيد، اثنين لعيبه كانوا مطلوبين الشوط الثاني. كابتن اتكلموا عليهم، كابتن اسامه يمكن قال مطلوب ان ديانج ينزل. ليه ديانج ينزل او ليه يتم تغييره من بدايه الشوط الثاني؟ لعيب بيضغط في كل مكان، موجود ناحيه الشمال بيعمل الكفر، ناحيه اليمين بيساعد الباك ليفت وبيساعد الباك رايت، وده اللي عمله، حتى كمان في الحته الاماميه بيضغط بشكل كويس جدا. صح. فالتغييرتين اللي في البدايه فرقوا مع النادي الاهلي، بقى الشكل اللي كان بيشتغل بيه علي ماهر افتقده، بقى يعمل الكرات الطوليه او الكرات الطوليه. هو ده ديانج طبعا. قادر يضغط فين؟ بيستخلص الكوره، بيضغط في الحته في الحته الاماميه اللي مزبوط. كنت مفتقدها الشوط الاول، عشان كده فرق مع النادي الاهلي بشكل كويس جدا يعني. وبيلعب السهل الممتنع، بيلعب السهل ومتحرك وبشكل كويس. وخد بالك انت في كوره يمكن اتعادت من شويه كان موجود ناحيه اليمين بيعمل ورجع. وبعدين رجع جنب رجع جنب احمد نبيل كوكا. طبعا وفي حته المسانده، فده كان مطلوب بشكل كبير الشوط الاول، ما قدرتش تعملها. لكن انت كمدير فني في بعض الاوقات لما بتعمل بتلعب بتشكيل ممكن يبقى فيه خطا، يبقى فيه سوء توفيق. النهارده عمرو السوليه برده باين عليه الاجهاد. صح. فانت بتلعب جنب واحد زي ديانج عنده القوه البدنيه، بيعمل الضغط بشكل كويس، موجود في كل الملعب، تحس ان انت عندك لعيب زياده. مزبوط. وهي دي اللي فرقت مع النادي الاهلي الشوط يمكن الشوط الثاني. صحيح.
جالنا اكتر من فرصه الشوط الثاني. الاهلي الشوط الثاني يمكن في فرص للمصري، لكن انت الفرص بتاعتك اخطر بكتير جدا الشوط الثاني، وده تتسجل هدف ورحت بواحده ثانيه لطاهر محمد طاهر. انا بشوفها انه يعني مش عايز اقول عدم ثقه، لكن سوء تصرف. فانا في الحته دي لازم يبقى عندي حسن تصرف، لازم ابقى هادي. انا عملت كل حاجه في الكوره، عملت سبرنت حوالي 40 50 متر، رقصت الجول، الجول فاضي قدامي، خلاص واحده صغيره يعني بالراحه بالهداوه بهدوء، الجول فاضي مفيش اي ممكن يكون زي ما قال الكابتن علاء، هو مشدود قوي وهو بيلعبها، يعني هو نفسه يجيب جول بعد ما خلص، حاسس ان الكوره لازم تيجي جول. مش هادي خالص، انت لعيب كبير يا كابتن علاء، طاهر لعيب كبير تمام. بتحصل في اوقات بتبقى لحد كبير بتنزل مشدود عايز تجيب جول. طب انا معاك في دي، شكل كمان شكل الاداء وشكل الفريق وكده، ممكن كل ده خد بالك هي بتبقى ثانيه صح، يعني هو صح. ثانيه بس انا وجهه نظري، بس خد بالك ده غير مبرر، ده غير مبرر خالص. اقول لك حاجه ماشي، انا لك ممكن انا من وجهه نظري ممكن ابقى غلطان، اللي خلى الكره دي عامل كلها ان مفيش هدوء بعد ما عدى من الحارس مرمى صح. بس استعجال استعجال، هو مستعجل ان هو يحط الكره جول. مستعجل وخد بالك برده بتحصل مع لعيبه كتير، مش صح. مش يعني الموضوع مش واقف على طاهر محمد طاهر، يعني سهل ان هو كان يحطها على الارض، هو على الارض عملها على الارض. خد بالك هو بص يا كابتن، هو عمل من قلم الباك، قلق من الباك ان يعمل التاكلينج، بس هو عمل فيها مجهود جامد جدا على فكره. قلق من الباك، قلق من التاكلينج بتاع الباك، فعشان كده علق الكوره شويه. يعني هو قلق ان هو يحطها على الارض فالتاني يعمل تاكلينج فالكوره تخبط فيه، فقال ان هو يضمنها. فدي بتبقى صعبه شويه، لان ارضيه الملعب انت ما بتبقاش عارفها تقدر تقدر الكوره ازاي، هتعلى مش هتعلى، هتتظبط مش هتظبط. لكن كان الاولى والاحرى بيها ان هو يلعب على الارض. ولكن الاهلي الشوط الثاني من وجهه نظري تمالك زمام الماتش بشكل كويس. انت ما عملتش الجيم اللي انت محتاجه كنادي اهلي، كقوه الاهلي وكشخصيه النادي الاهلي، لكن انت مع الاجهاد اللي كباتن اتكلموا عليه، مع التغييرات الكتيره، مع الاصابات اللي لسه اللعيبه بترجع واحده واحده، تبقى محتاج الهدف الرئيسي بالنسبه لك انك تكسب الماتش. صحيح. بتاخد الثلاث نقط بالنسبه لك، الماتش اللي بعديه ممكن تعوض في اداء. النهارده الشوط الثاني افضل من الشوط الثاني في المباراه بتاعت امبي اللي فاتت، بتغييراتك بسيطرتك على الماتش، محتاج في بعض الاوقات بس اللي ينقص النادي الاهلي في حاله الايجاد، محتاج الاستحواذ السلبي شويه، انك تستحوذ تمتلك الكره، تجاري لعيبه المصري ورا الكره شويه، محتاج اللي هو الاستحواذ السلبي، انك تنقل من ناحيه الشمال ومن ناحيه اليمين، تستنى تنتظر فرصه تمام. وطول ما انت كسبان الفرقه الثانيه اللي بتدور على الكوره، طول ما انت كسبان بتفتح لك مساحات، طول ما انت كسبان عندك فرص متاحه. يعني انت عشان كسبان رحت بفرصه طاهر محمد الفرصتين، فرصه الشوط الاول من ناحيه اليمين اللي لو اتقلنا سنه وزق الكره لنفسه سنه ممكن يحطها جول، الفرصه الثانيه اللي برده من ناحيه سوري من ناحيه شمال المصري اللي كان ممكن يسجل بيها هدف. لكن الاهلي طبعا مع كل الاجهاد ده يعني بتجيب فرص كتير، يعني بتوصل لجون اكتر، بتكسب. يعني عايز اقول يعني شابو للعيبه داخل الملعب. صحيح. المدير الفني برده في بعض الاوقات بنعذره لان انت برده القماشه اللي عندك مش كتير. صح. يعني النهارده طاهر هاني راجع من اصابه، بتلعب باثنين باكين مش اماكنهم الاثنين، احمد نبيل كوكا، والناحيه الثانيه بتلعب برده باحمد رمضان برده مش مكانه. فانت النهارده في ساعات المدير الفني بيبقى غصب عنه مضطر يلعب لعيبه مش في اماكنها غصب عنه عشان الاصابات اللي موجوده. لكن انا بشوف مع رجوع اللعيبه من الاصابات الاهلي هيبقى شكل مختلف تماما باذن الله رب العالمين. تعالوا مع بعض نروح بقى لزميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. تحياتي ليك كابتن ايمن، برحب بحضرتك مره ثانيه وضيوفك الكرام. مباراه ولا اروع زي ما اتكلمنا، ومعانا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد يعني الف مبروك الاداء والفوز، واعتقد يعني اداء تحسدوا عليه في ظل الضغط وضغط المباراه 18 للزمالك، وتكسب باداء اكثر من رائع، ماتش سموحه تتخطف في اخر دقيقه وانت مضيع اكثر من فرصه، ماتش انبي من 3 ايام، والنهارده قدام المصري ماتش رخم في مشوار الدوري، وتعمل الاداء ده بالتكتيك ده ولغايه اخر دقيقه في المباراه بتحاول توصل للجون، اعتقد اداء تشكر عليه النهارده. الحمد لله طبعا، يعني مش مكسب زي ما انت ذكرت مهم طبعا وكل حاجه، لكن يعني اعتقد ان واضح جدا ان الشوط الاول والشوط الثاني في اصرار وعزيمه وكل حاجه، لكن في قدره بدنيه يعني الحمد لله طبعا على المكسب في ظل التلاحم اللي انا بقول ملوش علاقه بالكوره خالص. اي حد يطلع ينتقد، اي حد يطلع يقول اللي هو عايزه، اللي بيحصل ده ملوش علاقه ابدا بالكوره، ملوش علاقة أبدا بالكرة. يعني اللي حط الضغطة بتاعت المباريات دي يعني يا رب يكون مبسوط وفرحان. يعني أنا عايز أقول لك يعني أي مسابقة في الدنيا كلها، أي مسابقة في الدنيا
لازم اول حاجه فيها تكافؤ الفرص في اللي داخل المسابقه. يعني لما بنلعب في افريقيا مثلا، يعني بطوله افريقيه، هتلاقي كل اللي مشاركين عندهم نفس تكافؤ الفرص. بتلعب في كاس العالم للانديه مثلا، هتلاقي نفس تكافؤ الفرص. بتلعب في الدوري الالماني، هتلاقي ناس بنفس تكافؤ الفرص على كل الفرق. لكن اللي بيحصل في الفرقه مش 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 طبيعي الحقيقه خالص. يعني كنا نلعب كل 48 ساعه بالشكل ده مع فرق. يعني المصري لعب اخر مباراه بالنسبه له من 10 12 يوم، اخر مباراه من 10 12 يوم. يعني فرقه جايه فريش جدا، جايه مستعده، هي هتلعب الاهلي وبتلعب الاهلي بشكل كويس، وبتلعب الاهلي وهو تعبان. فالحمد لله طبعا على المكسب وخلاص. يعني هنقفل الصفحه، يعني ماليش، يعني مش هتكلم على اي امور تانية، غير ما عنديش غير كلامي، غير ان اقول للاعيبه انتوا رجاله ارتاحوا بشكل كويس، بكره هنديكم راحه عشان بعد بكره نخش معسكر. يعني تخيل انت في الكوره كده، يعني في الكوره كده فرقه تاخد بكره راحه وهي لعبه النهارده، وبكره راحه وبعد بكره تخش معسكر. فالحمد لله طبعا على كل شيء، لكن على المستوى الفكري والشخصي والمهني والخبرات اللي شافها اي حد، واي حد يطلع يتكلم في التلفزيون يقول لي هل مر كلهم كباتنا وكلهم نجوم كبار وكل حاجه، هل واحد مر بضغطه المباريات؟ اصلا لازم نقفل يوم 30 سبتمبر، طب ما تقفل 7 اكتوبر. ايه يعني ايه ايه الفرق؟ يعني ايه الفرق ان انت ترحل يوم هيديلك في الاخر 7 اكتوبر؟ ايه الفرق يعني؟ اصلا لازم اقفل 7 سبتمبر، يعني لازم اقفل الدوري 7 سبتمبر. اصل الاهلي لازم يعمل مؤجلاته. طيب انا هلعب مؤجلات يوم 18، يوم الاسبوع 18، يعني الناس هتلعب الاسبوع 18 وانا اللي متاخر هلعب الاسبوع 19. يعني اديني عقل، اديني عقل. يعني ناس، انا الماتشات المتاجله او الماتشات المتاخره، او انا اللي متاخر في عدد المباريات العب اسبوع بدري. يعني الناس تلعب الاسبوع 18 وانا العب الاسبوع 19 عشان الهدف بس ان انا اسافر. يعني تعب بتعب. يعني خلاص مش عايز اتكلم كتير يعني الحقيقه، لان خلاص الواحد تعب يعني منها. ان شاء الله الرحمن بقى نقفل الصفحه ديت ونخش على مباراه الجونه، ونشوف ان شاء الله الرحمن الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. اعتقد يحسب للجهاز الفني واللاعبين ان في ظل كل الصعوبات دي لكن قادرين تديروا الفريق فنيا. التغييرات بتفرق، شكل الفريق بتفرق، حتى في ظل اصابات لا قادرين نتحكم في العناصر اللي عندنا ونعمل بقى ده كويس. كل خوفي في افريقيا، كل قلقك في افريقيا. انت مفيش كلام ومفيش نقاش علمي بحت، ممكن تأدي مخزون جامد جدا ماتشين 3 و4 في مباراه هتقع فيها. مفيش كلام، مفيش يعني مش عند، هي الكره مش عند. يعني لو جبنا ريال مدريد وبرشلونه وبايرن ميونخ ولعبوا كميه المباريات ديت، في مباراه هتيجي فيهم او هتيجي ليهم هيبقوا مش قادرين خالص. المباراه دي بقى لا قدر الله ممكن تبقى تلاقي بتلعب المنافس بتاعك، ممكن تلاقي نفسك بتلعب في افريقيا. هو ده اللي انا قلقان منه، ان تيجي المباراه تبقى انت يعني محتاجها جدا 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 جدا، بس التعب حل خلاص. ما هو التعب ده له نتيجه، هيجي امتى بقى؟ هتيجي في مباراه ممكن تبقى زي النهارده، ممكن تبقى مباراه في افريقيا، ممكن تبقى مباراه في حته ثانيه، لكن ده علميا هتاخد المباراه دي، هتاخد المباراه دي. المباراه انت جايلها في ظل الضغط ده. كلمه اخيره كده عاوز تقول حاجه للاعبين النهارده بعد ادائهم الرجولي؟ طبعا الحمد لله على كل شيء ومبروك وخلاص، معلش يعني هي فتره هنعديها بشكل كبير، يعني بشكل ايجابي ان شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى هيوفقنا باذن الله فيها. يعني بشكركم برضو على كل المجهود اللي انتوا عملتوه النهارده. في مكاسب كبير جدا، كوكا مثلا على سبيل المثال، سعد سمير قدم مباراه هايله، الكل اجتهد بشكل كبير جدا وتعب وكان عنده اصرار ان هو يكسب. محمد هاني الحمد لله بيرجع النهارده، الحمد لله على كل شيء. يعني لكن خلينا دايما ننتظر ونقفل الصفحات الماضيه ونشوف اللي جاي باذن الله. يعني شكرا بالتوفيق اللي جاي ان شاء الله. شكرا فهم. كابتن ايمن، دقق لقائنا مع كابتن سامح حفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، ان شاء الله متواصلين وتغطيتنا الخاصه والحصريه لمباراه الاهلي والمصري. كمل حضرتك. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق. يمكن الكابتن سيد قال تقريبا نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل بدايه المباراه، الاجهاد وضغط المباريات، والحمد لله على المكسب. ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله يعني تعدي من غير اصابات، وان شاء الله النادي الاهلي قادر على التحديات دي. هنروح لفاصل ونرجع من بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس، ارجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن ناصر. تحياتي ليك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي لنجومكم الكبار الكابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، وكابتن احمد بلال. كابتن ناصر، سريعا كده، عندنا حالات كتيره كابتن ايمن، بس البدايه بنقول مباراه صعبه تحكيميا، ولكن عندنا هنا الحكام المساعدين على النقيض. عندنا خطا فادح من المساعد رقم واحد
في هدف الاهلي الاول، حاله من الحالات السهله جدا جدا. لولا الفار النهارده، هو الفار النهارده صح. انقذ الحكم في الهدف الاول صح. والناحيه الثانيه عندنا حكم مساعد رقم 2 هايل في الجون الاول والجون الثاني للنادي الاهلي. هنشوف الحالات دي معانا سريعا. حامد الحارث النهارده لم يلجا للفار على طوال شوطي اللقاء، برشح كابتن ايمن خالص للفار، وده احنا بنقوله للحكام من فضلك اعتمد على نفسك، وفي الحالات بس اللي هي اللي انت مش عندك رؤيه فيها ومش عندك ذوق فيها ممكن تلجا للفار. لكن النهارده ممكن سؤال هنا بعد اذن حضرتك كابتن؟ اتفضل. شفنا امبارح لقاء الزمالك والبنك الاهلي، معلش انا مش هتكلم في حاجه تمام، ولكن انا كان ليا تعليق بس. الحكم في اوقات كتير جدا 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 لجا للفار بالزبط. دي حاجه. تاني حاجه كان بعيد جدا 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 عن الكوره. ثالث حاجه ودي اللي واضحه في زياده في الوزن كبيره جدا. الماتش عشان خاطر نحلل الماتش امبارح ده، هو اولا يعني محتاج وقت كبير جدا، لكن احنا بنتكلم في كابتن علاء في حاجه اسمها الاخطاء التقديريه، من فضلك اتركها لحكم الميدان. احنا قلنا الفار بيتدخل في الحالات الواضحه الظاهره اللي ما حدش بيختلف عليها ابدا، ولكن اخطاء تقديريه كابتن علاء النهارده وانا في فاول ممكن انا اقول فيه وممكن ما اقول فيه. سيبها للحكم. الفار النهارده مش ما يتدخلش في كل الالعاب. النهارده الفار كان ايجابي، وهنقول ايجابي من خلال الحالات كابتن ايمن عشان خاطر وقتنا. نشوف الحاله الاولى اللي هي الهدف الاول للنادي الاهلي، ونشوف لحظه بدايه اللعب، ونشوف موقف اللاعب ولحظه لمس الكره من الزميل. محمد شريف النهارده سجل هدف صحيح للنادي الاهلي، وهنا هنشوف بس كابتن دي حاله من الحالات السهله جدا جدا. كابتن ايمن بنتكلم على تمركز الحكم مساعد، لو يكون في تمركز مع اخر ثاني مدافع ويكون في ربط لحظه اللعب ولحظه الموقف في التسلل. عندنا هنا اللاعب هنا سهله، لعبه سهله جدا 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 ان هو اللاعب الاقرب للحكم المساعد اللي هنا هو ده اللي المغطي، ويمكن مش محتاجه الفار ولا حاجه، ولكن هو واقف صح، ولكن والخطوط بتاعت النجيله كمان كابتن اسامه انت بتتكلم ده الكلام ده احنا بنقوله للحكام استخدم خطوط الملعب في ضبط التسلل صح، ودي حاله من الحالات السهله. نشوف النهارده الفار النهارده اكد على صحه الهدف، وبقول ان ده خطا يعني صعب جدا كحكم كبير تقع في هذه الحاله السهله. هو ممكن ما يرفعش كان ويسيبها للفار؟ لا، ما هو لازم ياخد قرار. هو لازم ياخد قرار بالظبط كده. هو خلى اللعب يتواصل، خلى اللعب يتواصل. هو اصلا ليه رفع اساسا؟ انت عندك اللي انا بساله لا هو رفع بعد اللعبه كابتن احمد يعني خلى اللعب يتواصل في الاخر، والهدف جه وهو دوت البروتوكول مزبوط. يعني بتعمل حاجه اسمها ويت اند سي، او بتعمل دليل القرار. هو عمل دليل القرار، ولما حصل بعد الهدف راح اشار بالقرار اللي هو كان واخده في الحاله الاولى مزبوط. ولكن بقول من فضلك لابد انك تربط كويس قوي بين لحظه لمس الكره وموقف التسلل. دي الحاله الاولى، ونقول للحكام المساعدين حاله سهله ولكن اخطا فيها الحكم المساعد رقم واحد. نروح للحاله اللي بعد كده. هنا انا هنا المسك موجود واضح جدا جدا، مش هتكلم على المخالفه ولكن هتكلم على الاعتراض. وهنا غير مقبول انك انت كلاعب انت ارتكبت المخالفه، يجب عليك انك انت تاخد بعضك وتمشي، ولكن هنا هنشوف هنا اللاعب هنا في بعد ارتكاب المخالفه هنشوف هنا اعتراض على الحكم بشكل غير لائق. طبعا الحكم كان رحيم بيه وحذره، ويعني انا بقول يعني كان يجب ان هو يعني ممكن يشهر فيه الكارت. يلا الحاله اللي بعد كده، شوف هذه الحاله هنا انذار، والانذار هنا انذار صحيح. بيقول انذار صحيح ليه؟ للتهور يا كابتن ايمن. شوف هنا الدخول، هنا طريق الدخول هنا مش على الكره خالص، ولكن هنا على الرجل، ولكن هو يعني الرجليه عدت، وبالتالي مش هروح للحمراء. بنقول ان هنا الصفرة، والصفرة مقبوله، والقرار الحكم محمد الحنفي كان قرار صحيح. يلا الحاله اللي بعد كده، حاله ايضا من الحالات المهمه جدا جدا للحكم مساعد رقم 2، الجول الهدف. الهدف ده كابتن ايمن هدف صعب جدا 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 صح. وهنا بنقول ان الحكم مساعد لما يكون مركز ورابط كويس قوي 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 هو ده اللي احنا عاوزينه. شوف هنا لحظه يعني لحظه التمرير، الكره هنا هي الفيصل يا كابتن ايمن. ما نتكلمش على اللاعب ولكن نتكلم على الكره. نرجع تاني بس ايه، لان دي حاله مهمه جدا. الكره هي اللي سابقه محمد شريف، وبالتالي هنا شوف الدقه في اتخاذ القرار. الكره هنا موجوده، ومحمد شريف هنا في موقف سليم، وبالتالي هنا الفار اكد على قرار حكم مساعد رقم 2 باحتساب
الهدف نشوف لقطه الفار سريعا كده ونمر للحاله اللي بعد كده. احمد حسام من الحكام المتميزين، وهنا الحنفي بيستنى. شوف هنا الكره هي اللي بتسبق كابتن ايمن اللاعب، وبالتالي هنا اللاعب مكرم سليم، وهدف هايل جدا جدا، صعبه جدا صعبه جدا جدا جدا. وده اللي بنقوله بقى، هنا في فرق، هنا صعبه والحكم المساعد اجاد والثانيه كانت اسهل، والحكم برغم ان هنا واقف غلط الحكم هو سنه متأخر. هنا متاخر سنه ليه كابتن؟ يعني هو عقبال ما اللعبه الكره اتعملت، هو عقبال ما عمل سبرنت لسه ما وصلش للاخر ثاني مدافع. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. تمام يا سمير، ماشي تمام. هنا ايضا حاله من الحالات المهمه جدا جدا، ونشوف بعد كده في مخالفه هنا. هرجع تاني نفس الشيء، المساعد رقم 2 مش متحيز ليه ولا حاجه، ولكن النهارده انا فرحان بيه ومسوي يعني هو النهارده. بص كابتن ايمن هنا نفس الحاله، هنا هو دليل على تميزه. هنا الربط، لحظه اللعب الكره وموقف السلو، هنا يمكن لاعب مغطى لكن هنا اشار باستمرار اللعب، ودي حاله تانية تميز ليه الحكم المساعد. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده سريعا. حالات هنا بنقول بعض الاخطاء، الحنف النهارده كان يعني ادار المباراه بشكل جيد، ولكن هناك اخطاء كابتن ايمن لابد انك انت تركز في الكره، مين اللي ينجح في لعب الكره. هنا شوف الحاله ديت، حاله من الحالات المهمه جدا، مفيش خطا ابدا هنا موجود مظبوط، وهنا اللاعب هنا نجح في لعب الكره، وبالتالي هنا مفيش مخالفه، هو احتسب مخالفه على طاهر محمد طاهر، وانا شايف ان هنا مفيش مخالفه على طاهر في هذه الحاله. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. الشناوي بيرتقي فوق خالص وينجح في لعب الكره، واللاعب هنا بيعترض وليس له حق في الاعتراض. الشناوي هنا نجح في لعب الكره ثاني. كابتن ايمن هنا بنشوف الكره، هو خد الكره خلاص، اي حاجه تيجي بعد كده احتكاك عادي، مفيش اي فيها اي مشكله. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده سريعا. شوف حاله من الحالات المهمه جدا جدا، ونشوف هنا مروان محسن. هنا في خطا تم ارتكابه ضد مروان محسن كابتن، هو الحكم لم يحس بالمخالفه، ولكن انا شايف ان هنا في خطا وممكن كمان يرتقي ليه البطاقه الصفراء. مظبوط. شوف هنا، القدم على الساق هنا وعلى الرجل بتاعه مروان، وبالتالي الحكم هنا ما حسبش المخالفه نتيجه ان التفاصيل ما كانتش موجوده عنده، ولكن بنخليها تعدي لان المباراه بشكل عام المحمد الحنفي تميز في ان هو يديرها. نمر ونروح نشوف حاله من الحالات الثانيه، ونشوف هنا الراجل عدى وعنده هنا فرصه ان هو يروح، وهنا خطا من طاهر محمد طاهر، بنقول اللي على الاهلي وبنقول على لاعبي المصري، هنا الخطا بتهور والانذار صحيح ل طاهر محمد طاهر. برافو محمد الحنف. تمام تمام. انا عاوز اقول حاجه مهمه جدا جدا، ان تاني بنقول ان يجب الحكم المساعد يكون مركز جدا جدا، لان في اهداف كابتن ايمن النهارده هدف زي دوت لما بيجي والفار بيصحح الخطا، من فضلك ركز، خلي عندك يقظه، خلي عندك حضور للحاله، يعني ما تتفاجئش بيها ولكن خلي عندك حضور. بشكل عام النهارده طاقم التحكيم مر امتياز للحكم مساعد رقم 2 والحكم وحكام الفار، نتمنى التوفيق لحكامنا في المباراة القادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا وامتعتنا. شكرا كابتن ايمن، مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله مزيد من التوفيق للتحكيم المصري في المباراة القادمه ان شاء الله باذن الله. بنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والمصري، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-1. الف مبروك للنادي الاهلي، كل التوفيق للمباريات القادمه ان شاء الله. نشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده وامتعونا، كابتن شريف عبد المنعم الف شكر يا كابتن. الف شكر كابتن ومبروك يا كابتن، الف مبروك. الله يبارك فيك. كابتن علاء ميهوب الف شكر يا كابتن، امتعتنا. اشكرك يا ايمن، والف مبروك للنادي الاهلي. كابتن اسامه عرابي الف شكر يا كابتن، امتعتنا كالعاده. شكرا والف مبروك للنادي الاهلي. كابتن احمد بلال الف شكر يا كابتن، امتعتنا. شكرا يا كابتن ايمن، ومبروك للنادي الاهلي طبعا، واللي جاي صعب بس النادي الاهلي قد اللي جاي باذن الله. باذن الله رب العالمين. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر، لكم مني اطيب المنى وارق التحيات.